جزاكم الله خيرا، هل من السنة قراءة الفاتحة سرا بعد الفراغ من الدعاء؟ لم يرد في قراءة الفاتحة مع الدعاء أو مع الورد، لم يرد فيها دليل، وإنما الذي ورد قراءة آية الكرسي وقراءة سورة الإخلاص والمعوذتين، وأن يكررهما، أن يكرر هذه الآية وهذه السور 3 مرات بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب. وأما في بقية الصلوات فيقرأها مرة، هذا هو الوارد. أما الفاتحة فلم يرد قراءتها بعد الصلاة أو في الورد أو في الدعاء، هذا ما ورد، وإنما هو من عادات الجهال والعوام. نعم.